الرائع بعد انتصار آسيوي غدا. طبعا انا اتحدث بدون كريستيانو رونالدو، اذ يكون في المقدمة يكون ناجحة من الرائد فوزير على طول في فورما عالية. هدف للرائد، سجل أربعة وصنع هدفين من الروماني. عادت، الله يفعلها، الله 11 اللاعب إن غاب مواقع يجعل الأجواء في الأول بارك. نصراوي بهدف مقابل عباس. هنا الهجامي يرسل كرة جميلة على الجهة اليسرى، تقدم لغريب أمر. الله 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 الغنام مع أيمن، ثم الكرة مرور، ينتظر التحرك من الجهة اليمنى، يخسر كرة، هي أيمن يرسلها عالية وهوبا. الله 21 نقطة، الكرة بتوصل، الله على جملة. أوغستين روسي موجود في دكة البدلاء، غوستافو يتناغم مع كريستي، دوري الدون، ثم الكرة بتصل إلى لويس، تتهيأ كرة لمصلحة الرائد، وتفريز في المقدمة مع دعم لجوكوفيتش الثابتة التي أنقذها الآن. حط الدون كان في يكسب الرائد، خطأ الآن، بترسل الكرة من جوكوفيتش، والبحث عن التهديف، غريب يضع الثاني بتحضير لتصل إلى على تحضير كريستيانو، والله على مصلحة الرائد. هذه تسديدة من الموسم مع النصر، غريب يتقدم، تمرير الكرة باتجاه أول لمسة لسنبل، يحيى السنبل، الله الله الله، استمتعت شيء غريب غريب، فرصة للثالث، الكرة الأيمن، محاولة الغنام، فرصة وصلهم، ثم سلطان الغنام ضرب أولا وثانيا وثالثا، ربما وصلت قرابة الضعف لصالح النصر الآن، نجح بالمرور والمراوغة والتحضير لمباراة نصراوية. الدون أولا، غريب ثانيا، ومحا الباطن الآن ماشى يسدد، لعب تقدم لصليهم، الكرة بترسل، أصليهم يرسل الكرة، روعها أجملها، راحة النصر، أعلنت النصر أنا سأستمر. Mm-hmm.